مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج ملفات. كشفت اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا عن التوقعات بارتفاع معدلات الاصابه خلال شهري ابريل ومايو، واحتمال دخول الموجه الثالثه من كورونا الى مصر خلال شهر ابريل تزامنا مع شهر رمضان، وتخوفات اللجنه من التجمعات التي تحدث خلال هذا الشهر. واشارت اللجنه الى ضروره الالتزام باتباع الخطوات الصحيه او الصحيحه للوقايه من الفيروس، واهمها ارتداء الكمامات والحرص على تحقيق التباعد الاجتماعي اثناء التواجد في الاماكن المزدحمه. وفي هذا الاطار قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اننا على اعتاب الموجه الثالثه من كورونا، مطالبا المواطنين بضروره الاستمرار في اتباع الاجراءات الاحترازيه كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي. للحديث اكثر عن الموجه الثالثه واعراضها وتداعياتها ومدى فعاليه اللقاحات المتاحه، تدور حلقتنا النهارده مع ضيفي الكبير في الاستوديو الدكتور وليد فيصل، استاذ الميكروبيولوجي والمناعه. منورنا دكتور. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. خلينا نطلع فاصل، بعد هذا الفاصل نفتح هذا الملف فيما يخص الجائحه او الموجه الثالثه من جائحه كورونا، فابقوا معنا. أصبح العالم في مواجهة حقيقية مؤلمة مع فيروس كورونا اللعين، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول من الموجة الثالثة للوباء التي أصبح أكثر شراسة وسرعة في الانتشار والعدوى بين كل الأعمار، ولم يعد مقصورا على كبار السن فقط، بل امتدت واتسعت قدرته على إصابة الشباب والأطفال أيضا بنسبة كبيرة. تواكب ذلك مع رصد واكتشاف العديد من السلالات الجديدة والمتحورة من الفيروس التي تقف سببا وراء هذه الموجة، خاصة السلالة البريطانية التي تأكدت مسؤوليتها عن نسبة كبيرة من المصابين الأوروبيين. بينما يعد الأكثر إثارة للقلق الآن في العالم هو ما تم رصده من غياب للظواهر والعلامات المؤكدة لإصابة الشخص بالمرض، بينما هو مصاب وناقل للعدوى، وهو ما يشكل بالفعل تهديدا كبيرا لم يكن متوقعا من قبل. وفي ظل الانتشار الواسع لوباء كورونا وغيبة أي دلائل مؤكدة تبشر بقرب انحساره أو زواله، أصبح العالم يعيش الآن حالة من الرغبة المتزايدة لدى بعض الدول الغنية والقوية اقتصاديا للحصول على أكبر قدر من اللقاحات الواقية من الإصابة بالمرض. الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانبه أكد أن الدولة المصرية تعمل على توفير التطعيمات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة هذا الوباء الذي ينتشر في العالم بأسره. بينما أكدت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان استعداد مصر الكاملة لمواجهة الموجة الثالثة، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات يومية بين مديري المديريات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية لمراجعة كافة الاحتياجات الطبية، فضلا عن تدريب الأطقم الطبية بشكل دوري للتعامل مع تلك الجائحة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مرة ثانية برحب بضيفي الدكتور وليد فيصل، استاذ الميكروبيولوجي والمناعة. دكتور، خليني نتكلم على الجائحة الثالثة من كورونا. هل الجائحة الثالثة مرتبطة بفترة زمنية ولا تحورات في الفيروس؟ يعني ايش معنى قلنا جائحة ثالثة؟ يعني عدينا الاولى والثانية، احنا في الثالثة دلوقتي. وده سؤال مهم جدا فعلا يا استاذ ايهاب، او ان احنا طبعا مر العالم بالموجة الاولى والثانية. الموجة الثالثة بدأت في أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي، وبالفعل حذرت منها دول كثيرة جدا. ومعنى الموجة برضه عشان السادة المشاهدين ما عندهم خلفية، هو ارتفاع عدد الإصابات، حالات الإصابة، إلى أن تصل إلى البيك أو القمة، ثم تبدأ بالانخفاض، يبقى كده عملت موجة. بعد الانخفاض اللي أقل من 100 حالة يوميا يبدأ في الارتفاع مرة ثانية لتحدث الموجة الثانية وهكذا. الحقيقة حتى هذه اللحظة في مصر، طب خلينا نتوقف عن دي معلش. يعني كان دايما السادة الأطباء أو المعنيين بهذا الملف يقول لك إيه؟ إن طالما الحالات حتى لو بتزيد كتير قوي لكن ما تستمرش في الزيادة، بتبدأ في التناقص، معنى كده إن في انتهاء لهذا الفيروس.
او بدايات او ان الاجراءات الاحترازيه او ان الدوله في طريقها الى اتخاذ اجراءات صحيحه. الكلام ده صح؟ تمام. هو حضرتك المرحله اللي حضرتك بتقول عليها بالظبط دي هي المرحله اللي بنمر فيها في مصر، مرحله التذبذب اللي هي بيحصل تغير في معدلات الاصابه اليوميه في نطاق حوالي 10%. المرحله التذبذب دي خطورتها في ايه يا استاذ ايهاب؟ خطورتها في ان ممكن في اي لحظه في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ممكن يحصل مرة تانية ارتفاع حاد. فإحنا بنتكلم في نطاق دلوقتي 600 حالة إصابة يوميا تقريبا، 475 في ده الأفريج فعلا اللي بيحصل تأرجح فيه. لكن ممكن يحصل مرة لا قدر الله قفزة في عدد الإصابات. لذلك احنا طبعا داخلين على فتره رمضان بتزداد فيها عمليات التسوق، عمليات الاجتماعات الاسريه والتجمع الاجتماعي، الفترات التكدس والاصابات دي، وتلاقي عائلات يمكن مش اسر بس اصيبت بالفيروس بعد حالات من هذا القبيل، يمكن شاهدناها في احيانا مثلا حفلات اعياد ميلاد او زواج او الحاجات دي اللي يتم، يعني هنقول يعني الحقيقه كل من تحدى فيروس كورونا يعني فعلا لقينا فعلا حصل اصابات معها حتى على المستويات يعني الاقارب والمعارف واللي احنا شاهدناه جميعا في الفترات السابقه. فالحقيقه مرحله التارجح ديت او التذبذب دي مرحله كريتيكال جدا، مرحله حرجه، لانها ممكن في مره واحده تزداد ونصل الى الموجه الثالثه. ما نقدرش نقول في مصر ان احنا في موجه ثالثه، الحمد لله الامور ما زالت في مرحله ايه التغير في نطاق ال 10% التذبذب اللي احنا قلنا عليها. طب خلينا دكتور، هنا حضرتك بتشير الى ان الموجه الثالثه وصلت لبعض الدول خاصه في اوروبا، يعني لا قدر الله يا رب ونتمنى السلامه طبعا لكل دول العالم بما فيهم بلدنا طبعا، ده الاساس. يعني احنا لسه ما وصلناش للموجه الثالثه، او نعرف ازاي ان احنا في بدايات الموجه الثالثه لما الحالات تزيد بقى؟ هو الارتفاع المضطرد المستمر ده اللي يقول ان احنا دلوقتي في موجه جديده او في الموجه الثالثه للاصابه دي اللي نقدر نقولها. تمام. لكن حتى هذه اللحظه ولذلك حتى دول اوروبيه كثيره منها مثلا هنلاقي ايطاليا، هنلاقي فرنسا، هنلاقي المانيا، هنلاقي بولندا، بريطانيا حتى، بريطانيا طبعا، كل الدول دي الحقيقه دخلت بالفعل في الموجه الثالثه ومعدل اصابات كبيره جدا. كارثي صح. بالاضافه لحضرتك سالت سؤال مهم قوي، ايه اللي بيحكمها؟ هل هي فتره زمنيه نقدر نقول والله بين الموجه والموجه مثلا عدد معين من الاشهر؟ لا الحقيقه مش كده. الحقيقه ان هي بتعتمد على حاجتين اساسيتين، سلوك الشعوب دي النقطه الاولى، الحاجه الثانيه معدل حدوث الطفرات. فوجدنا ان هناك طفرات كانت شديده جدا زي طفره انجلترا اللي حصلت في المملكه المتحده، وهناك طفره كانت اشد منها في جنوب افريقيا كان معدل انتشار الفيروس بتاعها شديد جدا وسريع جدا جدا. فالعاملين المحددين الرئيسيين لمعدل دخول فيه او سرعه الدخول فيه الموجه هم العاملين اللي انا اشرت ليهم دلوقتي. تثمين لكلام حضرتك او تاكيد لكلام حضرتك، هناك في دول خلاص بتعمل اغلاق كامل، يعني بنتكلم في ايطاليا والمانيا حتى بريطانيا، حتى في مظاهرات الناس مش قادره، يعني ايه اغلاق كامل، خاصه ان هذه الدول داخله على عيد الفصح المبارك يعني. طيب دكتور، هنا خلينا اتكلم على اللقاحات، لان اصبح حتى في حرب اللقاحات على مستوى العالم وتهريب لقاحات ولقاحات ولقاحات لا، واتكلم هنا على اللقاح الاشهر اللي هو استرازينكا. الكلام هنا على ان هو يعني الافضل، بنتكلم على لقاح اكسفورد اللي هو الانجليزي، بنتكلم على لقاح شركه فايزر وجونسون اند جونسون، واللقاح الصيني اللي هو متداول في العالم الان. الفرق ما بين هذه اللقاحات خاصه ان في بعض الكلام ان اللقاح الامريكي في مشكله في مسائل التخزين والنقل وحاجات زي كده. تمام. وحضرتك اشرت لنقطه مهمه بالنسبه لحكايه توزيع اللقاحات، يعني هنجد ان في 6 دول اوروبيه تكلمت عن عداله التوزيع، احنا بنتكلم عن اوروبا دلوقتي، بنتكلم عن عداله التوزيع اوروبا نفسه كان بالظبط كده، وقالوا كمان يجب ان يقف اي تعاملات او تعاقدات سريه غير معلنه لتوزيع اللقاحات من الدول المنتجه للقاحات. بالنسبه لانواع اللقاحات بتختلف في طبيعه عملها ما بين يعني لقاح سينوفارم الصيني مثلا هو عباره عن الفيروس الذي تم تعطيل عمله كليه، وطريقه التحضير هذه طريقه تعتبر من الطرق المعروفه منذ عقود سابقه، ويمكن استخدمت في حالات زي الانفلونزا الموسميه اللي احنا بناخذ اللقاح يعني على كل سنه مع الطفرات اللي بتحصل. هناك لقاح اخر هو مثلا بيسموه زي لقاح استرازينيكا، هو عمليه فيروس ناقل
غير معادي للإنسان، ناقل يصنع بروتينات الفيروس الكورونا على سطحه. احنا بنشوف كورونا اللي هو المسمى بالفيروسات التاجية لان على سطحه نتوءات تشبه التاج. بيستخدموا فيروس نوع من الفيروسات يا استاذ ايهاب ليس له القدرة على إصابة الإنسان غير معادي، ولكن يستطيع أن ينتج هذا البروتين على سطحه، وبالتالي يستطيع الجهاز المناعي أن يتدرب. اي نوع من اللقاحات ليها دور رئيسي هو تدريب الجهاز المناعي على قدرة ومواجهة الفيروس وانتاج الاجسام المضادة وتدريب الخلايا التائية والبائية. فدي مختلف المسارات المختلفة لإنتاج اللقاحات. بالنسبة لآليات التخزين اللي حضرتك أشرت إليها، الحقيقة اللقاح فايزر لما نبص اللقاح فايزر هتلاقي إن هو بيتطلب لدرجة حرارة منخفضة جدا، ممكن توصل لناقص 70 تحت الصفر، والحقيقة لوجستيات التخزين والنقل والتوزيع في درجات حرارة منخفضة زي كده مسألة صعبة جدا في معظم الدول. لما ننظر إلى لقاح سينوفارم ولقاح أسترازينيكا أوكسفورد أسترازينيكا، الحقيقة إن هنا فيها يعني ميزة لوجستية مهمة جدا بتتيح إن التخزين من 2 ل 8 درجة مئوية فوق الصفر، هي درجة حرارة الثلاجة العادية اللي احنا بنستخدمها، وبالتالي يصبح عملية التخزين والنقل سهلة وبالتالي نضمن الفاعلية. قد اكون ان انا ممكن اجيب لقاح مثلا بيتخزن عند ناقص 70 تحت الصفر، لكن اثناء عمليات النقل والتوزيع قد ينتهي فعاليته بحكم التخزين سوء التخزين او التوزيع. تمام دكتور، هنا خليني برضو وانا بتكلم بص على مسألة الجائحة او الموجة الثالثة لفيروس كورونا. فيروس كورونا كان مرتبط بفصل الشتاء، يعني احنا داخلين على الصيف، وكان الكلام ان هو يعني بشكل او باخر لا يتكاثر في درجات الحرارة المرتفعة يعني. وهنا يعني احنا يعني يعني هل هو فعلا ما زالت او الابحاث لسه بتقول برضو ان هو بيقل في فترة الصيف عنه في فترة الشتاء، ولا المسألة مش مرتبطة بمسألة درجات الحرارة وكده؟ هو خليني نركع بالذاكرة يعني للوراء على مدة عام. الحقيقة وجدنا ان فيروس كورونا لم يتأثر بارتفاع درجة الحرارة، يعني في أوقات كانت في بلدان كانت درجة الحرارة مرتفعة. خليني أقول لحضرتك ونتمنى أن لا يحدث هذا في شهر أبريل. العام الماضي شهر أبريل كان هناك موجة وكان ارتفاع في أعداد الإصابات، لما نرجع لعدد الإصابات أعداد مرتفعة بالنسبة مقارنة بالأشهر الأخرى. فالحقيقة الفترة الشهر أبريل ومايو هو ده الشهرين اللي حذرت منهم منظمة الصحة العالمية في دخول كثير من الدول في موجات في الموجة الثالثة من فيروس كورونا. فإذا الارتباط بالحرارة يمكن مفيش ارتباط وثيق قوي بين الفيروس وارتفاع درجة الحرارة، والمؤشر على ذلك هو شهر أبريل 2020 السابق. والفترة دي يمكن بيحصل فيها أستاذ إيهاب تقلبات جوية شديدة جدا. شاهدنا في اليومين السابقين كان في معدل التقلبات الأتربة اليوم الواحد فيه اكتر من فصل زي ما بيقولوا يعني. بالظبط كده، الصبح بشكل الظهر وده بيأثر على امراض الاصحاب الامراض الجهاز التنفسي والحساسيه والربو. ولذلك بننصح هنا الحقيقه النقطه دي مهمه جدا، ان احنا بننصح الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي انها ما تخرجش في ايام زي كده، او على الاقل تكون لو في ضروره تاخذ الوقايه الكافيه وعدم التعرض للاتربه بقدر المستطاع عشان ما تسوقش حاله الجهاز المناعي وحاله الجهاز التنفسي، وبالتالي يصعب على الجهاز المناعي ان هو يهاجم الفيروسات والبكتيريا اللي بتدخل مع الغبار الى الشعب الهوائيه. طيب خليني وانا بتكلم على تطعيم باللقاحات الموجوده اتكلم في حاله خوف، وحاله الخوف دي للاسف يعني يمكن الاعلام كان ليه دور فيها والسوشيال ميديا اكتر، في حاله خوف من ان الناس تاخد جرعات التطعيم، لدرجه ان يعني كان هناك مقترح وتم على الواقع بصراحه ان المسؤولين الكبار سواء رؤساء دول رؤساء وزراء ايا كان المسؤول الكبير يعني يطلع على شاشات التلفزيون وياخذ اللقاح وكده. وهنا السؤال للعامه، يعني هل في خوف من مساله التطعيم ضد اللقاح، خاصه ان الدوله المصريه يعني هذه الايام هناك يعني اجراءات هامه جدا واجراءات كثيره خاصه بالتطعيم باللقاح على مستوى جمهوريه مصر العربيه يعني. تمام، هو خلينا نتناول الاول الشق النفسي بالنسبه للشعوب في التخوف من اللقاحات دي. الحقيقه منشاها هو التعجيل اللي تم في لقاح مختلف اللقاحات مش لقاح واحد في الانتاج وما حصلت عليه الدول من تصاريح سريعه جدا للتعجيل بانتاج اللقاحات للوقايه من الوباء والجائحه اللي اجتاحت العالم وتجاوز دلوقتي احنا بنتكلم عن 125 مليون واحد اصيب في العالم وما يقرب من 3 مليون وفيات.
الحقيقه التعجيل فيها ده خلى هناك القاء تسليط للضوء الاعلامي شديد جدا عليها. فاذا حدثت اي اصابه او حاله وفاه او عرض حاد قد لا يكون من اللقاح نفسه، اصبح هناك تسليط للضوء جامد جدا. واحنا شاهدنا هناك بعض اللقاحات تم ايقافها لبضعه اسابيع الى تم التاكد ان حاله الوفاه اللي حصل دي ليست نتيجه من اللقاح. ما هي حالات وفاه يعني كل المسؤولين او المختصين قالوا انها في الرينج المعقول يعني مش هي حالات الوفاه. ودائما عشان يجاز اللقاح يجب ان يكون هناك الجوده والفاعليه والمامونيه. النقاط دي لا تفاوض عليها. هناك تعجيل صحيح في الاجراءات، ولكن هناك معايير اساسيه يجب ان يجتازها اللقاح في المراحل ما قبل الاكلينيكيه والاكلينيكيه بمراحلها الثلاثه قبل اطلاق اللقاح. فالحقيقه التخوف ده هو اللي خلى القاء الضوء مركز من الاعلام على ماذا سيحدث في اي اصابه حصلت. الكلام ده بيحصل مع اي تجارب اي لقاحات على فكره عالميه، بس لانها بتاخد وقتها على مدار سنوات ما بقاش في تسليط اعلامي قوي عليها نظرا للخوف اللي منتشر على الناس والتداعيات الصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه. الحقيقه احنا شاهدنا في فتره الكورونا في السنه وبضعه اشهر اللي فاتوا دول يعني تغيرات في على مستوى العالم الناس يعني. بالظبط كده. بالظبط دكتور، انت قلت لي كده معلومه سريعه كده على الماشي ان في حوالي 125 مليون اصابه و3 مليون حاله وفاه. هناك حديث ان دي برضو نسبه معقوله، وان الانفلونزا الالمانيه او الحصبه الالمانيه ما اعرفش يعني او بعض الامراض المعديه اللي كانت موجوده زي الكوليرا والتيفود وحاجات كده كانت النسب فيها اكتر. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ اخد اجابه حضرتك بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. تعمل الدولة على توفير كميات متتالية من لقاح فيروس كورونا، جزء كبير منها وصل من الصين نتيجة العلاقات الوطيدة بين البلدين، حيث وصلت الخميس الماضي 300 ألف جرعة جديدة لتضاف إلى ما يقرب من 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا لدى وزارة الصحة. وتعمل الدولة على فتح المكاتب التابعة لوزارة الصحة في كل المحافظات والسماح بالتسجيل للحصول على هذا اللقاح، وسط دعوات بضرورة استمرار المواطنين في الحصول على التطعيم لما له من أثر كبير في الوقاية من ناحية وتقليل حجم الفيروسات المنتشرة من ناحية أخرى، كما يقلل من المضاعفات الخطيرة أو الشديدة الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس. يأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه الحكومة من إبرام اتفاقية مع شركة سينوفاك بيوتك الصينية خلال شهر مارس الجاري لتصنيع لقاحها الواقي من فيروس كورونا في مصر، سعيا لأن تصبح مصر مركزا لتصنيع اللقاح للاستخدام المحلي وللتصدير إلى الدول الإفريقية أيضا. كما تسعى مصر لوضع خطة تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الفرق الطبية والعاملين ضمن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وتم الاتفاق على دمج البرامج التدريبية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ضمن منصة التعليم الإلكترونية الخاصة بالزمالة المصرية، بما يضمن تأهيل الفرق الطبية وتوفير أفضل مستوى تعليمي وتدريبي، حيث سيتم إتاحة الروابط الإلكترونية التعليمية الخاصة بالمنظمة ضمن برامج الزمالة المصرية على المنصة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. دكتور، 125 مليون إصابة، 3 مليون حالة وفاة، دي نسبة معقولة في جائحة يعني نقدر نقول مستمرة؟ يعني احنا بنتكلم في وقت زمني معرفش بقى طويل ولا قصير تبقى للحاجات او الفيروسات اللي اصيبت بها البشرية. يعني خليني اقول لحضرتك عشان يعني برضو ناس كتير يعني فعلا بيثار هذا السؤال. لما نقارنها بالانفلونزا الموسمية، معدل الوفيات في الانفلونزا الموسمية بيصل الى 1 من 10%. 1 من 10% دي تؤدي الى وفاة ما يقرب سنويا من 400 ألف واحد. المتوسط المعدل الوفيات في الفيروس كورونا المستجد تصل من 3 إلى 4%، قد تزيد مثلا في مصر وصلت ل 5.9%، بعض الدول تجاوزت 20%. هنقول طب ليه حصل التباين ده بالرغم ان المتوسط العالمي بنتكلم من 3 تقريبا 3% ل 4%.
الاختلاف ده لان الفيروس ده الحقيقه طبيعته غريبه جدا، قد لا يحدث اي اعراض على شخص اصيب وممكن يبقى ناقل للفيروس ويأدي بيه شخص تاني، او اعراض طفيفه او اعراض متوسطه او اعراض شديده الحده. الفيروس ده يا استاذ ايهاب لما اشهد اصابه عملت ضغط على الاطقم الطبيه في الدول العالم كلها ومستشفيات العالم بهذا الشكل في العصر الحديث. نتكلم في احسن تامين صحي في فرنسا وبريطانيا وفي مشاكل كبيره يعني. بل وصلت في بعض الدول قالوا في الموجه الكبيره موتوا ودعوا احبائكم في الدول قالوا كمان اللي معدي السن 60 او 70 يعني ما فيش داعي. هناك كان في بعض الدول بالظبط هناك اختيارات في السن، يقول لك المتقدمين في كانوا ما بيحطوهمش على جهاز التنفس الصناعي. الكلام ده لم نشهده في انفلونزا موسميه او امراض اخرى. فاحنا وصلنا لمرحله كان في مرحله ضغط شديد جدا على المستشفيات والاطقم الطبيه على مستوى العالم كله غير مسبوق. فالحته دي نهايه الحقيقه دي بتورينا لاي مدى كان هناك خطوره، وده اللي خلى منظمه الصحه العالميه تتم تصدر ما يسمى بتصريح الطوارئ او الامرجنسي اوثورايزيشن عشان اللقاحات اللي طالعه. الحاجه الثانيه ان هذا الفيروس لو لاحظنا هناك معدل في الطفرات سريع جدا، تحورات فيه سريعه جدا، وبالتالي بنتكلم عن ظهرت سلالات اسرع انتشارا زي بتاعت المملكه المتحده في بريطانيا وجنوب افريقيا يمكن كانت اشد ضراره من المملكه المتحده. فاذا معدل الطفرات اللي حصلت بنتكلم في نطاق من اول ما ظهر في ووهان في شهر ديسمبر في الصين الى الان هناك حصل عدد من الطفرات والتحورات قد لا يستجيب لها مع الوقت اللقاحات المنتجه اللي اتصرف عليها مليارات الدولارات لانتاج هذه اللقاحات. فاحنا في سباق ان احنا نحجم هذه الجائحه وهذا الفيروس عشان ما يحدثش كل ما بينقسم في معدلات من البشر الكبيره يستطيع ان يطور نفسه ويحور من الجينات الوراثيه بتاعته، وبالتالي نفقد اسلحتنا اللي تم تطوير بها لو حدث ذلك لا قدر الله. هنا اتكلم على من هم الفئات الاولى بالتطعيم من فيروس كورونا، خاصة ان احنا بنتكلم دلوقتي في مرحلة التطعيم. وهتكلم برضو ايضا على مسألة انتاج مصر بالشراكة مع الصين لهذا اللقاح، من هم الاولى بالتطعيم في هذه المرحلة؟ دائما بيصنفوا الى فئتين، الاكثر تعرضا والاكثر تضررا. الاكثر تعرضا هم الاطقم الطبية ومستشفيات العزل ومستشفيات الحميات، هم دول الاكثر تعرض مع الاشخاص المصابين وحامل الفيروس. اما الاكثر تضررا هم كبار السن واصحاب الامراض المزمنة والامراض التنفسية والاورام. وبالتالي دول الحقيقه في نقطه مهمه جدا يجب الاشاره ليها، ان استخدام الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي لما حد بيملى الفورم على السايت بتاع الاستماره على الالكترونيه على الموقع بتاع وزاره الصحه بيتم هناك بعض الاسئله بيتم من خلالها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي الاجهزه المتطوره ان هو يصنفهم الشخص ده هيكون له الاولويه الاولى ثم الاصابات بالشكل ده. فالحقيقه يعني تحيه لهذه المنظومه الرائعه اللي تبنتها الدوله ووزاره الصحه لادخال منظومه الذكاء الاصطناعي في اختيار الاولويات دون ان يتدخل العنصر البشري فيه، حتى كمان ما يبقاش فيه القيل والقال بقى وبيطعموا ناس وبيسيبوا ناس. انت عارف حضرتك الدوله المصريه طول الوقت بتتعرض لاشاعات يعني بالتاكيد صحيح. تمام، هنا برضه عايز اتكلم على مساله من اصيب بالفيروس. الكلام هنا اصيب بالفيروس فممكن ناخد البلازما بتاعته ونحطها او تضعها في دم مريض فبتسبب اجسام مضاده وممكن ان تكون سبب من اسباب العلاج. وفي نفس الوقت الذي اصيب بالفيروس بيطعم تاني صح ولا يعني تمام بيطعم ولا خلاص اصيب بالفيروس فما طعمش تمام شوف فيه ما طعمش تاني. هو خليني اقول لحضرتك استخدام بلازم المتعافين ديت دي تم بالفعل استخدامها في الموجه الاولى والموجه الثانيه في دول كثيره. ليه؟ لان البلازم المتعافين ده تولد فيها الاجسام المضاده، لان طريقه اكتساب المناعه ضد اي فيروس بتيجي بمسار من مسارين، يا اما عن طريق التطعيم وهو الطريق الامن لان دي حاجات مش هتؤدي الى اصابه بالفيروس، او عن اكتساب المناعه عن طريق الاصابه والتعافي،
ودي طريق مسار خطر، لان احنا ما نقدرش نضمن احنا مناعتنا قد ايه. كل واحد فينا في الاستوديو مناعته مختلفه عن التاني، قد نتعرض لنفس الجرعه من الفيروسات، ولكن شخص يصاب شخص يصاب باعراض حاده جدا وشخص ما يظهرش عليه حاجه خالص. فده طبعا المسار. ولذلك البديل الاول هو الوقايه من خلال استخدام اللقاحات الامنه الفعاله اللي بتجاز من السلطات الصحيه في مختلف الدول. دكتور، برضه مساله اللي اصيب يتطعم، هو حضرتك وجدوا بعض في ابحاث منشوره ان هناك الاصابات في بعض اللي اصيب وتعافى تكرر معه الاصابه مره ثانيه. تكرر الاصابه دي يمكن حصلت في 1 او 2% في بعض الحالات، قد تكون منشاها ان وجود اكثر تحورات في الفيروس تقلل من كفاءه الاجسام المضاده، لان الاجسام المضاده دي اجسام مخصصه لشكل معين للفيروس من بره، اذا حدث تحور فيه قد يجعل الاجسام المضاده اقل كفاءه. لكن خليني اقول لحضرتك، بالرغم من تنوع اللقاحات الا ان بنتكلم عن فعاليه بتتراوح مثلا من 70% الى 95%، ما زال هناك ما فيش لقاح اسمه بيعطي فعاليه 100%. ولذلك يجب ان احنا يعني احنا بنقول لسه اللقاحات هتاخد وقتها سواء في معدل الانتاج هتاخد وقتها اثناء مرحله التطعيم بالجرعه الاولى والجرعه الثانيه لتوليد الاجسام المضاده داخل الجسم. فلا بديل عن الاجراءات الاحترازيه، ودي دايما بنؤكد عليها، حتى عن الاجراءات الاحترازيه التي يجب ان تتخذ سواء من الافراد او حتى المنشات او داخل البيوت. لكن حتى انا كنت بسال حضرتك على مساله اللي اصيب بالطعم، لان جونسون رئيس وزراء بريطانيا بالطعم يعني، وكان اصيب هو لا صحيح، بناء على الدراسه اللي انا اشرت ليها دلوقتي ان هناك في نسبه فعلا وان كانت قليله، لكن من اصيب قد يتكرر، لان قد يكون الاصابه اللي حصلت له من سلاله معينه، قد تكون السلاله الاصليه ويصاب سلاله قد حدث فيها طفره. خلينا نشوف تقرير بعد تقرير. يبقى السؤال على الشراكه بين الدوله المصريه والصين في انتاج يعني لقاحات خاصه بجائحه او فيروس كورونا، بعد هذا التقرير فابقوا معنا. بعد أن تجاوزت الموجتين الأولى والثانية، مصر تستعد لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا والتي باتت تهدد العديد من دول العالم. من فضل ربنا على مصر إن الحمد لله أعداد الإصابات وأعداد الوفيات لا تكاد تقارن بأي دول تانية. احنا شايفين حوالينا في دول العالم وفي أوروبا بالأخص دول عملت إغلاق كامل للخدمات ولل المراكز التسوق وللكافيهات الإصابة في بعض الدول وصلت للملايين. احنا الحمد لله في مصر لا يزال برضو ساتر ربنا موجود، والخطط اللي محطوطة عن طريق وزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي بالوزارة بيتعاملوا بلا تهاون مع الفيروس ومع ظهور إصابات في أي مكان، وبسرعة بنلحق إن احنا نواجه أي مكان بنحس إن فيه تفشي أو إن هو فيه خطورة. أنا بس بحب أأكد وأنوه على إن المواطن هو حجر الزاوية في التعامل مع المشكلة اللي احنا بنواجهها دي. ومع اقتراب شهر رمضان الكريم تتزايد المخاوف من خطورة الفيروس بسبب تجاهل الكثير من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة التباعد الاجتماعي. الناس دلوقتي بقى فيه تراخي، بقت قليل اللي لابس ماسكات، الناس بتخش المستشفى هنا احيانا كتير مش لابسين، بيتم التنبيه عليهم بالكامل. لازم الناس تراعي برضو التباعد الاجتماعي، الإجراءات الاحترازية، نرجع زي ما كنا، لان هي طبعا الفكرة ان انت لازم الدولة نفسها في ليها قدرة، يعني عدد المستشفيات وعدد الأسرة مهما زاد، انت لما يبقى في موجة والأعداد كتير جدا محدش هيقدر يستوعب الأعداد الكبيرة دي. احنا دلوقتي فتحنا مستشفيات وفتحنا رعايات وزودنا عدد الأسرة بكميات كبيرة، بس لازم يبقى في دور كبير جدا على الناس. في دول بره ما قدرتش ان هي تواجه الأعداد والزيادة بتاعتها. ويبقى احتواء هذه الموجة مرهونا بوعي المواطنين واستمرارهم في التجاوب مع الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس القاتل. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم جدا. دكتور وليد، الدوله المصريه والصين وانتاج لقاح
او اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا. انا عايز اعرف برضه بتبقى الانتاج ازاي والاشراف من الشركه المنتجه الشكل بيبقى عامل ازاي؟ هو خلينا نقول طبعا مصر كان ليها رياده في افريقيا كلها في الحصول على اول جرعات في اللقاحات، ومصر ليها خبره طويله من خلال هيئه اللقاحات والامصال في مصر الفاكسيرا في عمليات الانتاج لبعض اللقاحات. حتى بالاضافه برضه في وقت الموجه وفي ذروه الموجه كان في مؤشر بلومبرج اشار الى ان مصر كانت من اوائل الدول في افريقيا اللي ليها مرونة مع الجائحة من حيث القدرة مع التعامل مع الحالات الصحية الحرجة، والمؤشر ده تناول الحقيقة معايير مختلفة، كان معايير اقتصادية صحية واقتصادية واجتماعية، وكان الحقيقة كان حاجة يعني يجب أن نفخر بها. خليني أقول لحضرتك أن بالنسبة للإنتاج هناك طبعا إنتاج مشترك دائما تتولى بيتم متابعة خطوط الإنتاج والجودة والكفاءة والفاعلية للقاحات، ودي الحقيقة دي بتشرف عليها باستمرار هيئة اللقاحات والأمصال فاكسيرا تحت إدارة الإيجيبشن دراج أوثوريتي أو هيئة الدواء المصرية. فدي طبعا مأمونية وفعالية وجودة اللقاح دي نقطة أساسية لتغطية إنتاجنا ألوانا لاحتياجات الدولة المصرية. الحاجة الثانية للتصدير إلى بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا، فبالتالي هتكون مصر إن شاء الله لها الريادة مش على قد تغطية فقط تكي، ولكن للتوزيع أيضا. دكتور خلينا أتكلم على يعني هذا الفيروس ومسألة التحور اللي أنت اتكلمت فيها. الكلام كان في الاول ان هو بيصيب الجهاز التنفسي وجلطات في الرئه، بعد كده قال لك لا دي كمان الجهاز الهضمي وسبب اسهال وقيء وحاجات كده، دلوقتي كمان دخل بالكلام بقى في العين وبقى في الاذن وبقى في حاسه التذوق. يعني ده كله نتيجه التحور ولا دي حاجات بتكتشف مع الوقت ومع الحالات اللي بتصاب بهذا الفيروس؟ تمام. هو طبعا اولا عشان نعرف الفكره ماشيه ازاي، هو الفيروس له مستقبل اساسي اسمه الاي سي اي 2 ريسبتور، ده منتشر في خلايا كثيره من الجسم. يمكن في الموجه الاولى كان تم التركيز اكتر، او كانت الاعراض اللي ظاهره ومركزه جدا على الجهاز التنفسي من حيث السعال الجاف والالتهاب الحاد، التهاب الرئوي الحاد وحدوث جلطات. يمكن الموجه الثانيه كان هناك اكثر اعراض تظهر بالاضافه لاعراض التنفسيه، طبعا ظهرت اكثر ولكن بنسب اقل في الجهاز الهضمي، منها المغص، الام في البطن، الاسهال، فقدان طبعا حاسه التذوق والشم. الحقيقه دخول الفيروس على اكثر على مستقبل موجود في اكثر من جهاز في جسم الانسان يؤدي لظهور اعراض متباينه. دلوقتي بنتكلم عن اعراض اخرى، مثال لذلك مثلا التهابات في ملتحمه العين، التهاب طفح جلدي على الجلد بصور مختلفه ليه، هناك التهاب في الاذن، اضطرابات نفسيه يعني حتى ربطوه بحدوث في بعض الحالات باضطرابات نفسيه. هناك حالات اخرى اصبح مصاحب ليها اثار سلبيه على الجهاز التناسلي سواء في الذكور او الاناث. فاحنا بنتكلم عن يمكن احنا بنبدا نقرب بفوكس اعلى او برؤيه اكثر قربا من الفيروس لدراسه المعالم المختلفه بتاعته والاعراض على مختلف الفئات والعمريه والذكور والاناث. هناك ابحاث كثيره على مدار الساعه بتنشر في هذا لمتابعه المستجدات دي. خلينا نطلع اخر تقرير ويبقى عندنا الجزء الاخير من حلقتنا النهارده من برنامج ملفات، هنتكلم على الامور اللي اتكلمنا عنها من اول ما الجائحه دي يعني اصيب بها العالم، يعني مساله ازاي نزود جهاز المناعه، مساله البروتوكولات الخاصه بالعلاج، الخاصه بمساله المضادات الحيويه والزنك والمكملات الغذائيه، والكلام عن الاكل الصحي وامور اخرى فيما يخص الاجراءات الاحترازيه بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. مع احتمال دخول مصر في موجة ثالثة من فيروس كورونا، تواصلت حالة الاستنفار في صفوف الأطقم الطبية لمواجهة هذا الفيروس اللعين وتحوراته. هو حضرتك بالنسبة للأعراض، هي الأعراض الموجة الأولى والثانية زي الثالثة، يعني ما فيش اختلاف كبير بينها. الأعراض يعني بتنقسم من بسيطة لمتوسطة لأعراض عنيفة بتحتاج دخول رعاية مركزة. إنما هو الحقيقة الملاحظ إن يعني وعي الناس بدأ يقل شوية، محتاجين شوية توعية للناس أكتر، اتخاذ الاجراءات الاحترازيه بقى بشكل افضل من كده،
الناس برضو كان عندها مشكله انها او عندها معتقد ان الـ ان ان, الـ إن الفيروس ده ما بيصيبش الاطفال، لا هو فعلا موجود في الاطفال، اي نعم بتبقى بشكل اقل من الكبار انما موجود بالنسبه للاطفال. فاحنا بس بنطالب الناس بزياده وعي، يعني بزياده وعيهم شويه، او ناس تحاول تبقى اكتر من كده في الاجراءات الاحترازيه شويه. الاطباء والمتخصصون يحذرون من عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه لتفادي هذه الموجه. في استهانة في الموجة دي مؤخرا عن الموجة الأولانية، يعني الموجة الأولانية كان الناس عندها رعب من مجهول ومن الأخبار اللي بيسمعوها ومن حالات الوفاة اللي بيسمعوها طبعا بره وداخل مصر، برضو كان في رعب، يعني كان ممكن ملتزمين أكتر من الوقت الحالي. حاليا فعلا في استهانة إلى حد ما، وطبعا ما أقدرش أقول كل الناس بس بنسبة كبيرة، يعني في استهانة حاليا بالمرض بدليل السلوكيات الموجودة دلوقتي والشوارع، إن بقى في ريلاتيف أو أهل مريض عايزين يدخلوا له، وده طبعا ممنوع. كان الأول بالعكس بيسيبوا المريض وما حدش بيتعامل معاه غير الفريق الطبي، بيبقوا خايفين اصلا ان هم يتعاملوا حتى من على بعد. دلوقتي لا، فعلا بقى في استهانه، يمكن من نسب الشفاء ان لقوها عاليه، يعني احنا عندنا دايما بنعمل تثقيف صحي لمرضى الكلى الصناعي بان هم دايما معانا على طول. المرضى لما بيجوا لنا في سواء كانوا اشتباه او كانوا بوزيتيف برده بنقول لهم وبنقول لهم لما حد بيحب يدخل لهم او بيحب عايز، لا ده انا عايز ابات مع مامتي او عايز ابات مع بابايا، بنقول لهم خطوره ده ايه والسلوكيات المفروض يعملوها ايه. بره في الشارع التعامل العادي نفسه الاجتماعي، المفروض التباعد الاجتماعي ما بقاش زي الاول، الالتزام بالوقيات مش زي الاول، السلوكيات العامه نفسها ان الاداب الكحه والعطس والحاجات العاديه اللي احنا المفروض اصلا نلتزم بيها من غير فيروس كورونا، التخصيص الادوات الشخصيه، كل الحاجات دي المفروض يتعمل لها تثقيف صحي ووعي والناس تلتزم بيها. من جهتها أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة. بكم جديدا دكتور، البروتوكولات الخاصة بالعلاج ومسألة المكملات الغذائية، الفيتامينز، الزنك، اليود، حاجات كتيرة جدا، يعني فيتامين سي، هل ما زالت الأمور دي برضو متواصلة مع الناس ان ياخدوها وكده؟ يعني خلينا دائما نركز على النقط الهامة للوقاية. النقط الهامة للوقاية اولا الغذاء الصحي، الغذاء الصحي المتوازن اللي بيكسر فيه الخضروات، البروتينات، مش بالضرورة ان يكون بروتينات حيوانية، هو ممكن في بدائل بروتينات نباتية جيدة جدا ممتازة جدا، بالضبط البقوليات، الفول، العدس، الفاصوليا. الحاجة التانية شرب كميات وفيرة من الماء، خصوصا احنا داخلين على فصل الصيف دلوقتي، واحنا عارفين من اليات تدمير هذا الفيروس للجسم هو احداث الجلطات، فشرب الماء بكمية كافية هيفيد في الحفاظ على معدلات سيولة جيدة للجسم للدم. الحاجة التانية انه هيسمح بانتقال الخلايا المناعية بسهولة لأماكن الإصابة، وبالتالي دي نقطة مهمة جدا. خلينا نقول برضو نقطة ممارسة الرياضة والحركة. الرياضة مش بالضرورة ان الواحد يروح الجيم، ممكن المشي لمدة نص ساعة لساعة في اليوم، ده رياضة. التعرض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة، تصنيع الفيتامين دي تحت الجلد بدل ما ناخده بصورة كبسول بيتنشر وبتاع، هناك بدائل كثيرة جدا. كل الفيتامينز اللي بنتكلم عليها، فيتامين سي، فيتامين بي، فيتامين دي، الكالسيوم، الحاجات دي كلها موجودة في العناصر الطبيعية لو احنا اخدناها. النقطة الثانية النوم الكافي، النوم الكافي والاستيقاظ مبكرا، الحته دي بتنظم الساعه البيولوجيه بتاعه الجسم. طبعا لا بديل عن الاجراءات الاحترازيه اللي احنا بنؤكد عليها دايما، اللي هي ارتداء الكمامه، التباعد الاجتماعي، استخدام المطهرات الكحوليه، غسل الايد بالماء والصابون، عدم ملامسه الايدي الملوثه للاخشيه للعين او للفم او للانف، الاخشيه المقاطيه اللي ممكن الفيروس يخش منها. لا داعي للافراط ولا التفريط في القلق، يعني لا ده ولا ده، التوازن ناخد. لكن احنا دلوقتي بنقول طبعا للساده المشاهدين كل سنه وحضراتكم طيبين وحضرتك طيب، والناس بتدخل على شهر رمضان بيكثر فيها التكدس في الشراء، الحقيقه الناس بتشتري طول السنه، فممكن يعني الشراء ما يكونش، ما نجيش في اخر لحظه في اخر يومين او ثلاثه. انا ما اظنش الناس هتشتري كتير يعني هيبقى في زحمه ان شاء الله، يعني نخفض هذا الازدحام والتكدس في التسوق والاسواق. بالظبط كده، يعني انا عايز اقول في نتمنى السلامه للجميع يا رب، ونتمنى السلامه لبلدنا الحبيبه ولكل المصريين، لكن لابد ان ناخذ بالاسباب، يعني الاسباب اللي ذكرها ضيف الدكتور وليد فيصل في مساله التباعد الاجتماعي والزيارات والازدحامات ما هياش
مطلوبه يعني. نورتنا يا دكتور. شكرا يا فندم لحضرتك وللساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. النصف من شعبان، يوم السبت القادم، 15 يوم يفصلنا عن شهر رمضان الكريم. في نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات بتقدم بالشكر لضيفي الكبير الدكتور وليد فيصل استاذ الميكروبيولوجي والمناعه، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من برنامج ملفات. الشكر لزملائي في استوديو 2، والشكر لزميلي وليد محمود رئيس التحرير، والمخرج عز النحاس، وشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. ألقاكم دائما على خير، الى اللقاء.